ميزي عادل منوره الدنيا. ميرسي، شكرا. كلمينا بقى عن مشاركتك النهارده. بصي، انا بتربطني بهاني البحيري علاقه صداقه، وانا بحب شغله جدا جدا. يمكن للاسف ما لبستش ولا مره منه، بس ان شاء الله في حاجه بحضر لها وهلبس منه، وان شاء الله تبقى حاجه جديده مختلفه. تمام. عايزينك بقى تقول لنا اللوك النهارده من مين، من الشعر لكل حاجه. الدريس شريف نصر ديزاينر، وميك اب وهير غاد عادل. ليه بتميلي دايما للتصريحات الغريبه؟ والله بصي، انا بحب اللوكات الجديده، مش بحب التقليدي، خصوصا ان انا جايه فاشن شو، فلازم ابقى لوك جديد، لازم يبقى ريد كاربت يعني. ميرسي.